للحديث عن زيارة البابا فرانسيس إلى الموصل ودعوته المسيحيين إلى العودة، معنا في الأستوديو حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم ومعنا الله. عبر الهاتف من أربيل سيد جوهر يوحنان عديش الكاتب السياسي. أهلا بك سيد جوهر، لعلي أبدأ معك أسئلتي. البابا فرانسيس يدعو المسيحيين إلى العودة للعراق، هل أصبحت أستاذ جوهر الأسباب مهيئة بالفعل من أجل عودة المسيحيين هناك؟ نعم، مرحبا بكم وبمشاهدي قناتكم الكرام. اسمحوا لي أن أرحب بقداسة الطاقة في وطننا العراق الجريح، وأقدم شكري لحكومة المركز وحكومة الإقليم على حسن الضيافة. بالنسبة لعودة المسيحيين ودعوة البابا لعودة المسيحيين إلى طبعا المهجرين قصرا إلى وطنهم في الوقت الحالي صعب للغاية، لكن ليس هناك من أمر مستحيل. فلو استتب الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب فيمكن للمسيحيين أن يعودوا، ودعوة قداسة البابا الحكومة وبكل وضوح إلى عدم التعامل وتصنيف المواطنين بالدرجات، التعامل معهم وتصنيفهم بالدرجات، ما يعني أن هناك فئات ومواطنين مهمشين ومسحوقين بسبب انتماءاتهم الدينية أو الطائفية. لذلك يجب أن نرى الجانب المشرق من دعوته. هذه دعوة صريحة وواضحة إلى الاحتكام إلى العقل، إلى تصحيح وتقويم المسار والسياسة الأوجاء التي انتهجها السياسي العراق منذ 2003 لحد الآن. يعني يمكن 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 أن نقرأ دعوته باتجاه آخر، يعني أو نسيرها باتجاه آخر، وهي دعوة المسؤولين إلى الشعور بالمسؤولية، نعم، إلى الكف عن مثلا التفرقة والتمييز بين الطوائف والأديان، هي دعوة إلى التعقل، إلى السلام، إلى حل الخلافات بالعقل، نعم، وليس بلغة السلاح. فلا يمكن لغة السلاح أن تتغلب، لا يمكن أبدا. دعوته هذه تأتي يعني بصراحة حسب اعتقادي تأتي إلى التعقل، نعم، إلى التعقل وحل الخلافات سلميا. هناك المزيد من الأسئلة سأعود إليك بها سيد جوهر، على أي حال ابقى معي ريثما أتجه بسؤالي الآن إلى سيد حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك مرة أخرى. يعني أستاذ حسين، وقوف البابا مع ميليشيات مسلحة قامت بالاستيلاء على أملاك المسيحيين لسيما في مناطق سهل نينوى، إلى أي مدى يبعث بإشارات بأن الزيارة سياسية لا أكثر من ذلك؟ بداية تحية لكم وللضيف الكريم الأستاذ جوهر. الزيارة يعني بدأ يظهر عليها الطابع السياسي أكثر ما هي الطابع الديني. الطابع السياسي أنه الحكومة العراقية منذ 2003 وإلى الآن ما استطاعت أن توحد الشعب العراقي كما كان، انتفض عنها الشعب العراقي على بكرة أبيه من شماله إلى جنوبه، بمعنى كل المكونات العراقية هي رافضة لهذه الحكومة بما فيها المكون الشيعي. الانتفاضات الأخيرة التشرين، ما يطلق انتفاضة تشرين، هي داخل العمق الشيعي ووسط وجنوب العراق، نعم، فهي رسالة تحذيرية أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النمط من الحكم لشعب متعدد المكونات متعدد المذاهب. هذه الطريقة الطائفية لا تصلح لإدارة الدولة، لابد من اعتماد مبدأ المواطنة. فأعتقد هي الرسالة ذات طابع سياسي أكثر ما هي طابع ديني. أما قضية الطابع الديني، فالعراق لديه مبدأ لكم دينكم ولي دين والتعايش السلمي بين جميع المكونات، ولم يسجل في العراق أي قبل 2003 لم يسجل للعراق أي صراع ما بين المكونات والمذاهب العراقية، خاصة بين المسيحيين والمسلمين ومتعايشين فيما بينهم، ولا يوجد أي ضرر على أي طرف من الأطراف. نعم. من جديد إليك أستاذ جوهر، يعني أنتم كمسيحيين كيف تقرؤون زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، ولماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ طبعا هي كمواطنين مسيحيين أو كمواطنين عراقيين، نعم، الزيارة أتت إلى كل العراق كما ترون وليس إلى مسيحي العراق حصرا، لكن كمواطنين مسيحيين أرى، يعني كمواطن مسيحي أنا تفضل. كمواطن مسيحي عراقي أرى أن زيارة قداسة البابا إلى العراق زيارة تاريخية ومسيرية للعراق،
وطنا وشعبا، تاريخية لأنها الأولى من نوعها من زيارة قداسته العراق، ومصيرية إذا أراد السياسي البلد بناء الوطن وتصحيح مساره لوضعه في المكان الذي يستحقه بين الأمم، لأن قداسته أعلن أنه جاء حاجا، وفي خطابه دعا إلى تغليب لغة العقل على لغة الحرب، حيث قال البصمت أصوات السلاح. فهذه الزيارة يعني ودعا إلى الوحدة ونفذ الانقسام، ودعا إلى عدم القتل باسم الله. نعم، لكن سيد جوهر، ألا تتفق مع الرأي الذي يرى بأن الزيارة جاءت متأخرة؟ هل تتفق مع هذا القول وهذا الرأي مثلا؟ الزيارة دعني أكمل على الشطر الأول من سؤالك ونأتي على هذا الشطر أخي العزيز. لذلك نتمنى كمسيحيين أن تلقى دعوات قداسة البابا للسلام ومحاربة الفساد واحترام حرية الأفراد وصيانة حقوقهم آذانا صاغية لدى السياسيين جميعا لبناء وطن مثالي للعيش الكريم. فالمواطن العراقي من جنوبه إلى شماله، من كردستان إلى البصرة، نقل أي كانت طائفته، لا يرضى بهذا الوضع القائم. ليس كمسيحيين فقط، المسيحيين تضرروا، نعم، تضرروا، والأكراد تضرروا، والشيعة تضرروا. يعني عليهم كسياسيين وعليهم كموجودين في الساحة ومسيطرين على الساحة السياسية أن يقوموا مسارهم. نعم. أما جاء متأخرة أخي العزيز، فكلنا نعرف أن شخصية دينية بمكانة وهيبة قداسة البابا لها انشغالات، مسؤوليات وواجبات، يعني تلقى على عاتقها واجبات ومسؤوليات كثيرة. فلا يجب أن يخطط للزيارة وتوقيت الزيارة. وإذا كانت تأخرت فنحن نعرف الأوضاع السائدة، الأوضاع الأمنية التي تعيق سفره. نعم، وضحت الفكرة فيما يتعلق بهذا المحور سيد جوهر. على أي حال سأعود إليك مجددا الآن سيد حسين، يعني ما الذي منع البابا من إدانة ما حل بمدينة الموصل أرض الأنبياء، لا سيما أن المسؤولين عن دمار المدينة كانوا حاضرين في الزيارة كما تعلم؟ يعني لنحدد مشكلة المسيحيين متى بدأت، لا يمكن اختصارها فقط في التاريخ 2014، ما حصل في 2014 نعم هي جريمة، لكن مشكلة المسيحيين بدأت بعد الاحتلال 2003، وبدأ التهجير وفي مناطق بغداد التي لم تدخلها لا داعش ولا قاعدة، نعم، وفي مناطق الكرادة والمسبح والدورة وإلى آخره. ثم جاءت 2014 وأنهت ما ممكن إنقاذه للمكون المسيحي في مدينة الموصل، لكن ما زاد الطين بلة هو قصف قوات التحالف التي استهدفت الكنائس، نعم، والأسلحة الثقيلة التي استخدمت على المدينة ودمرت أغلب معالم المدينة. هذه كل هذا هو ضمن سيناريو واضح جدا استهداف المكون المسيحي وبقية المكونات الأخرى، سببه هو الإدارة الطائفية للدولة العراقية. أما لماذا البابا لم يعني يتكلم معها؟ لا، أنا أعتقد تكلم ولكن ليس على وسائل الإعلام. لا، ليس على وسائل الإعلام، وإنما هذا الأمر هو غير مقبول للعراقيين، خصوصا بلد متعدد مكونات. أنا يعني لا أريد أن أسألك، لكن سؤال يطرح نفسه، لماذا المسيحيين لم يهجروا في إقليم كردستان في مناطق الكردية، ولماذا هجروا في المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة المركزية؟ نعم. السبب لأنه أسلوب الإدارة الطائفية للبلد هي السبب في تهجير المسيحيين، وأهل السنة غالبا اليوم تقريبا أكثر من 3 مليون مهجر من السنة، هذه لم تذكر، وكأنما هؤلاء يعني مغيبين لا يمكن الحديث عنهم. الأغلبية الساحقة هي من أهل السنة المهجرة، ثم المسيحيين، ومن ثم الأيزيديين، ومن ثم بقية المكونات الأخرى. السبب هو إدارة الدولة على أسس طائفية، هذا هو أس المشكلة التي يعانى منها العراق وبجميع مكوناته. نعم. يعني سيد جوهر، ماذا الآن وفي سؤالي الجديد، ماذا عن أملاك المسيحيين التي استولت عليها الميليشيات كما تعلم؟ ألا يكون من باب أولى الحديث عن ضرورة وجود تحقيقات حكومية في العراق لإعادتها، لا سيما أن فرانس بريس تؤكد أن اللجوء لاستعادتها قضائيا هي قضية خاسرة؟ نعم، بصراحة هو شيء مؤلم حقا أن نتحدث عن هذا الموضوع. فالمسيحي الذي هجر، يعني المسيحيين بصورة عامة الذين هجروا وتركوا وراءهم كل ممتلكاتهم في سبيل شيء واحد، هو لإنقاذ أرواحهم من هذا من الهروب من الموت يعني بصراحة. لكن كان لهم أمل العودة يوما ما،
لكن الأحداث التي توالت على العراق لم تكن متوقعة أبدا يعني، وتبدد أحلام الأودر رويدا رويدا يعني شيئا فشيئا كما نقول. صحيح أن اللجوء إلى القضاء لاستحالتها قضية خاسرة، لأن مؤسسات الدولة كما نعرف كلنا جميعا ضعيفة أمام هيبة والسلطة الميليشيات، لكن الاعتراف بالغلط فضيلة، وهناك اعترافات من قبل القائمين على السلطة في بغداد أو من قبل من لهم أغلبية في البرلمان، هناك اعتراف واضح بأن هناك ممتلكات استولت عليها الميليشيات أو من يدعون إليهم ينتمون للميليشيات مستغلين انتمائهم العشائري أو الحزبي أو الطائفي. لكن لا يمكن يعني كما قلنا الدولة ومؤسسات الدولة خصوصا المؤسسات القانونية ضعيفة أمام هيبة وسلطة الميليشيات، لكن هناك بوادر جيدة علينا أن نستغلها يعني كما جرى من قبل أيام. لكن نتمنى أن تكون هذه البوادر حقيقية وبحسن نية وليس مثلا لكسب التعاطف المسيحي وبالتعامل معهم كمواطنين أو مواطنين من درجة ثانية أو ثالثة، فهذه ليس مني عليهم. كان هناك بوادر مبادرات من قبل السيد مقتدى الصدر سيد جوهر سأعود لتأسيس مجموعة تحقق حول ممتلكات المسيحيين لإنصافهم وإرجاع أملاكهم. علينا أن نقيم هذه المبادرة ولكن نتمنى أن تتحقق. نعم سأعود إليك على أي حال سيد جوهر، ريثما أنتقل مجددا لضيق الوقت أنتقل إلى الأستاذ حسين. سيد حسين، يعني هل يمكن للعراق أن يعود تلك الدولة الآمنة مجددا؟ ما فرصه في ظل استمرار هيمنة الأحزاب والميليشيات على الأرض؟ لا يمكن عودة العراق إلى وضعه الطبيعي، ولا يمكن أن يكون هناك دولة مدنية في العراق في ظل هذه الأحزاب الحاكمة، لأنه من كان هو سبب بقي هو لا يمكن أن يكون هو الحل. اليوم احنا شخصنا المشكله بان السبب هي اداره الدوله على اسس طائفيه، فكيف لمن كان هو السبب في دمار المدينه ان يكون هو الحل؟ هذا الامر مستبعد جدا. وزياره البابا انا ذكرت انه كانت رساله تحذيريه الى النظام السياسي في العراق، اما ان كانت دعما لهذا النظام من اجل يعني دعم على ما قام به فهذه طامة كبرى تعتبر. لا يمكن دعم هذا النظام من أي جهة دولية سواء كانت سياسية دينية دول إقليمية، لأن هذا النظام انتفض عليه الشعب العراقي بكل مكوناته ورفض سياسته في إدارة الدولة. أنا أعتقد هي رسالة تحذير أكثر ما هي دعم للنظام. نعم نعود مجددا إليك أستاذ جوهر، يعني هناك العديد من المخيمات التي يقطن فيها المسيحيون في العراق كما تعلم، لماذا لم تحظى بزيارة للبابا وما هي أوضاع المسيحيين هناك؟ تفضل. نعم سؤالك له شطرين. الشطر الأول بالنسبة لزيارته إلى المخيمات، كما قلت أن حجم المسؤوليات والواجبات المفات على عاتق قداسة البابا كثيرة وكبيرة، هذه أولا. أما ثانيا زيارته كانت محدودة ومبرمجة، إضافة إلى المخاطر الأمنية وتفشي وباء كورونا، هذه كلها تبقى عوائق أمام تحركاته. عن أوضاع المسيحيين أيضا، ليتك تكلمنا أكثر عن أوضاع المسيحيين هناك خصوصا في المناطق التي لم يزرها البابا فرانسيس. تفضل سيد جوهر. نعم، أما عن أوضاع المسيحيين بصورة عامة يعني فالأوضاع واضحة وقد نوهنا إليها في كثير من المقالاتنا كثيرا وكثيرا. هناك تهميش ومصادرة للإرادة وخطاب تحريضي في كثير من الأحيان، وتشريعات يعني المصيبة الكبرى هي هذه التشريعات التي تنتقص من معتقداتنا وتحد من حرياتنا، ومنها أسلمة القاصرين في قانون البطاقة الوطنية التي اشرنا إليها كثيرا وعملنا سلسلة من بحوث عليها وقدمناها إلى الكثير من المعنيين، لكن مع الأسف يعني هذه مادة غير دستورية ومصوبة قانون المحكمة الاتحادية الجديد، يعني هم فيه تهميش للمسيحيين، ويعني
وغيرها الكثير يعني. فحقوق أي فئة أو طائفة يعني خصوصا المسيحيين لا تحفظ ولا تصام ببضعة مناصب كرتونية أو بكوتا مسدودة الإرادة. يعني ما المسيحيين لن يستفادوا إذا استنزروا ذاك الشخص أو ذاك المصفق لهم لتجميل الصورة أو لإعطاء صورة للمجتمع الدولي بأن المسيحيين أيضا مشاركون في الحكم ولهم رأي، وهذه القرارات والقوانين التي تصاب وتشرع هي بإرادتهم وهم موافقون عليها. يعني لدينا كوتا، لدينا خمسة مقاعد للكوتا، فماذا نفعل بكوتا إذا كان القانون يمرر؟ إذا كان القانون المنتقص من معتقداتنا وحرياتنا يمرر مرور الكرام، أين أصوات الكوتا؟ ثانيا لا. هذه الكوتا نلاحظ أشر إليها أنا، أشرت إليها أنا وأشر إليها غير الكثير، وعانينا كثير من هذه المصيبة بأن هذه الكوتا مسدودة الإرادة، لا تأتي بأصوات المسيحيين. هناك أشخاص دخلوا البرلمان على حساب الكوتا لكنهم جاءوا من أصوات من الأطياف والأحزاب الأخرى، وهؤلاء لا يمكن لهم تمثيل المسيحيين أو مراعاة مصالحهم أو دراسة مستقبلهم. شكرا. يعني بصراحة هذه المعوقات وهذا الظلم الواضح على المسيحيين يقربنا من النهاية في بلدنا الأصلي. لا يمكن الاستمرار، ليس هناك من أمل. لقد سلبوا إرادتنا وكمموا أفواهنا وقيدوا حرياتنا. فماذا نتصور من كل هذه المظالم اللي وصلت الفكرة. يعني شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي جوهر يوحنان عوديش، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل. أتوجه إليك الآن بالسؤال الأخير سيد حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي، يعني ماذا عن الموصل؟ هناك من يرى أن تأخر عمليات الإعمار كان مقصودا، لماذا تجنب البابا بحسب اعتقادك، لماذا تجنب الحديث بمثل هذه الموضوعات؟ يعني هو تأخير الإعمار مقصود، نعم، الفساد هو السبب الرئيسي، الإقصاء، النظام الطائفي كما ذكرت. أما يعني قضية أنه البابا أو يعول على زيارته في بناء المدينة وبناء ما دمر، هذه ليس من مهمة البابا. أقصى ما يقوم به البابا ممكن أن يجمع أموال لبناء إعادة بناء الكنائس. أما أنه بناء مدينة ليس من مهمة البابا، بل مسؤولية الحكومة العراقية، وهي لديها أموال ولا داعي أن تستجدي من المجتمع الدولي من الدول الإقليمية حتى تعيد بناء مدينة منذ أكثر من 3 سنوات من تحررت من العمليات العسكرية، ولحد هذه اللحظة لم تبني حجرا على حجر. فالحكومة العراقية هي المسؤولة على بناء المدينة المدمرة وليس من مسؤولية البابا في العراق. حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا. شكرا لكم.